تعالوا وياي راح اشوفكم تطعيم نفتة النبوق او السدر، لكن بالاشهر اللي تسبق التطعيم تحتاج النفتة عناية خاصة، فنسمدها باستمرار حتى نحصل على نبتة ذات اصل قوي مناسبة للتطعيم. وورا التسميد اكيد يجي دور المي والسقي اللي تحتاج النبتة، وبمكان مشمس وما نحركها من عنده حتى نحصل هذا النمو المستمر بيها. وبعدها نختار الصنف اللي نطعم بيه، وانا اختاريت الصنف التفاحي لان تكون الثمره مالته كبيره وحلوه. وهنا قاعد اقص اغصان من الشجره الام، لان من هاي الاغصان راح نستخرج الطعم اللي نطعم بيه النبته اللي موجوده عندنا، وهاي الكميه من الاغصان اللي جمعتها. وقبل التطعيم ننظف ساق النبته اللي راح نشتغل عليها ونبدي نطعم بيها. بالسكين راح نسوي شرخ باللحاء الخارجي للنبته ونفتحها بهذا الشكل. وبعدها راح نجي نستخرج العين او الطعم من الاغصان اللي قصيناها من الشجره، وورا ما نستخرجها نجي نثبتها بالفتحه اللي سويناها بالنبته الاصل، وراح نلفها زين باللايلون. واذا عجبكم الفيديو وتريدون تشوفون نتائج التطعيم تعالوا تابعونا.